بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة من محاضرات مقدمة في علم التغذية. الدكتور عطا محمد القيسي، أخصائي اختصاصي الرعاية الصحية الوقائية والتغذية العلاجية بالنمط اللادوائي. سنتحدث في هذا المقطع عن الوحدة الأولى، وهي عبارة عن General Nutrition Introduction، مقدمة لمدخل الغذاء ولما سيتم دراسته في هذا المقطع. في نهاية هذه الوحدة at the end of this unit, a student will be able to define food, nutrition, diet and malnutrition, understand best practices and harmful traditions which affect nutrition, explain the dietary guidelines and outline the important cases causes of malnutrition. في نهاية هذه الوحدة الطلبة أو القارئ سيكون قادر على تعريف الغذاء والتغذية والنظام الغذائي وأيضا سوء التغذية وفهم أفضل الممارسات والعادات الغذائية الضارة التي تؤثر على الصحة الغذائية في الإنسان وشرح المبادئ هنا التوجيهية أو الجايدلاينز للنمط الغذائي و outline the important causes of malnutrition، إيجاز الأسباب الهامة لسوء التغذية. Definitions: food is defined as any solid or liquid which when ingested will enable the body to carry out any of its life function. الغذاء يعرف بأنه أي جزء صلب أو سائل يدخل الجسم، والذي عادة عند تناول الإنسان لهذه الأجزاء الصلبة أو السائلة تمكن هذا الجسد من تنفيذ الوظائف الحياتية المطلوبة لكي يستمر على قيد الحياة. Most foods are made up of several simple substances which we call nutrients. معظم الأطعمة تتكون من المواد الغذائية، وهناك سلسلة من العناصر التي تدخل في تصنيف وتكوين هذه الوجبات. هذه هي عبارة عن 6 nutrients، يعني نصنفها من 6 عناصر غذائية أساسية، which has a specific function in the body، لها وظائف محددة في جسم الإنسان. Those are the supply of energies are carbohydrates and fats، وهي التي تزود الجسم بالطاقة وتسمى الكربوهيدرات والدهون. Those responsible for the growth and repair of tissue cells are proteins، المواد المسؤولة عن نمو وإصلاح الخلايا هي البروتينات. كما أسلفنا في السلايد السابق، المسؤول عن الطاقة هي الكربوهيدرات والدهون، أما المسؤول عن وحدات البناء فهي البروتين. Those which regulates the chemical process in the body are vitamins and minerals، والتي تنظم المواد الغذائية التي تنظم العملية الكيميائية في الجسم هي الفيتامينات والمعادن النادرة. وتريس مينرالز وكل المينرالز اللي موجودة في الجسم. Water is present at most foods and is indispensable components of our bodies. It's the means of transportation for most nutrients and is needed for all cellular activity. العنصر السادس المهم هو الماء، وسيلة نقل لا غنى عنه طبعا في جسم الإنسان، ووسيلة نقل معظم المواد الغذائية في داخل الأنسجة والسوائل، مهمة جدا هنا لتلبية جميع الأنشطة الخلوية والحاجة إلى توصيل الأطعمة والمغذيات إلى جميع أجزاء وعناصر خلايا الجسم. Nutrition، تعريف التغذية حد ذاتها nutrition is the total process by which living things receive and utilize the necessary materials for survival, growth and maintenance of a worn out tissue. التغذية هي عملية إجمالية
تحصل عليها أو تحصل بها الكائنات الحية على المواد الضرورية لحياتها. طبعا هنا وتستفيد من هذه المواد، وما نقصد هنا الكائنات الحية، تستفيد من هذه المواد للبقاء على قيد الحياة والبقاء على نمو معين وصيانة الأنسجة البالية في الجسم وتجديدها بشكل مستمر. سوء التغذية malnutrition is the condition that results from the imbalance between diet, dietary intake and requirements. سوء التغذية هو الظرف أو الحالة التي ينتج عنها عدم توازن ما بين المادة الغذائية والمتطلبات. dietary intake المادة الغذائية الداخلة والمتطلبات التي ذكرناها هنا اللي هي البقاء على قيد الحياة والبقاء على النشاط والحيوية. فإذا لم يتحقق هذول الشرطين أنت تدخل هنا في مرحلة سوء التغذية. وهذا القطاع طبعا يشمل includes under nutrition، يشمل هذا القطاع من التصنيفات أيضا اللي هو نقص التغذية under nutrition which results from loss food intake and hard physical work and over nutrition over nutrition اللي هي السلبية الثانية اللي هي التغذية لزيادة أو زيادة تناول الطعام. طبعا هنا ال under nutrition بينتج عنه عدم التوازن، وهذا نقص التغذية لقلة تناول الطعام. هنا مهمة جدا، قلة تناول الطعام ينتج عنها اللي هي انخفاض الوزن بشكل حاد، وأيضا ال physical activity وال physical work العالي، النشاط البدني المفرط أيضا يؤدي إلى سوء تغذية بنقصان الوزن. ولكن سوء التغذية بمفهوم over nutrition هي الطعام لزيادة أو الأكل لزيادة، هنا results from excess food intake and less physical activities. طبعا هنا الإفراط في تناول الطعام والعمل البدني الشاق يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وقلة العمل أو الأنشطة البدنية القليلة تؤدي إلى زيادة الوزن. over nutrition هنا تؤدي لزيادة الوزن، وزيادة الوزن ونقصان الوزن يسمى malnutrition سوء تغذية، التنين نفس المسمى. طبعا الواحد بالسلب واحد بالإيجاب. Diet is defined as food containing all the nutrients in sufficient amount and proper ratio. النظام الغذائي، الدايت نفسه عبارة عن نظام غذائي، ومفهومه هنا يعرف بأنه هو الغذاء الذي يحتوي على جميع المواد الغذائية والعناصر بكميات كافية sufficient amount ونسب متناسبة. نسب هنا خلينا نقول احنا اللي بنسميها احنا المواد المتوازنة في النسب والكميات. Ravage is defined as food fibers اللي هي الألياف، هنا مهمة جدا، that enable the body to get rid of waste products اللي بتساعد الجسم على طرد النفايات والتخلص منها، وهذه مهمة جدا، which would otherwise become poisons to the body. طبعا هذه الويست اللي هي الفضلات وما ينتج عن الهضم وما ينتج عن الغذاء من فضلات تعتبر سامة في الجسم إذا بقيت وتسبب للجسد مشاكل. فهذه الفايبر مهمة جدا لطرد هذه النفايات إلى خارج الجسم. It prevents gastrointestinal disorders بتمنع اضطرابات الجهاز الهضمي واضطرابات الجهاز الهضمي شائعة مثل الجاسترايتس التهابات المعدة appendicitis اللي هي الزائدة الدودية ومثلا جول بلادر ستونز اللي هي حصاوي المرارة constipation الإمساك وأيضا اضطرابات الهضم مثل diabetes mellitus hypertension ischemic heart disease and colon cancer. وهي برضو من الاضطرابات الشائعة أيضا اللي هي ضغط الدم والسكر والكانسر، الكانسر هنا اللي هو سرطان القولون نقصد هنا، وإسكيميك هارت ديسيز اللي هي أمراض واضطرابات القلب والأوعية الدموية وما ينتج عن هذا
السموم التي يجب طردها خارج الجسم. تمام. Dietary guidelines، الإرشادات الصحية هنا والإرشادات اللي إحنا بنتكلم عنها هي عبارة عن مبادئ أساسيات يجب على كل فرد من أفراد المجتمع سواء كان صحي سليم أو عنده مرض معينة أن يتبع ما يلي: Eat a wide variety of food. عفوا. Eat a wide variety of food. تناول مجموعة متنوعة ومتعددة من الأطعمة. يعني الإنسان ما يضلش عند نوع معين من الطعام وما ياخدش غيره، لا، لازم في تنوع. Maintain a healthy weight، الحفاظ على وزن صحي. Choose a diet low in fat, saturated fat and cholesterol، المحافظة أيضا على اختيار نظام غذائي منخفض الدهون وبالذات الدهون المشبعة والكوليسترول. Choose a diet with plenty of vegetables, fruit and green products، الاختيار نظام غذائي أو وجبات غذائية متعددة الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب وتحتوي على ميكس من هاي الأمور، وهذه مهمة جدا. Use sugar in moderation، إذا اضطرينا لاستخدام السكر مع أنه في التغذية لا ننصح بالكثير من السكر، وأيضا الاعتدال في استخدام الملح، هذه مهمة جدا. السكر والملح الأبيضين يجب الاعتدال فيهم إلى أقصى حد وأدنى كمية ممكنة من الطعام المالح أو الحلويات. Food groups، هنا مجموعات الغذائية المعروفة اللي لازم ياخدها الإنسان. هنا بنشوف احنا البليت، البريد and other cereals and potatoes، جزء تقريبا متساوي مع الفروت and vegetables، يعني زي ما انت بتاخد خبز ونشويات ومعكرونة ورز والأمور اللي زي هاي، بدك تكون برضو متوازن في الفواكه والخضار بنفس الكمية تقريبا، يعني تلت وتلت، تلت الوجبة خضار وفواكه وتلت طبعا الوجبة الغذائية اليومية اليوم الواحد. احنا نحكيش على وجبة واحدة فقط، لا، اليوم بالكامل 24 ساعة يجب ان يحتوي على تلت النظام الغذائي، يشمل على الخضروات والفواكه، والثلث الآخر من النظام الغذائي هو البريد and other cereals potatoes، النشويات من البطاطا والرز والسكريات والنشويات والكربوهيدرات بشكل عام. أما الثلث المتبقي فسوف يقسم إلى ثلاثة أساسيات، وهي الحليب ومنتجاته من أجبان وألبان، food containing fat and food drinks containing sugar، بحد أدنى صغير جدا. ملاحظين هنا البروتين، meat, fish and alternatives، متساوية مع الأجبان والألبان، يعني هنا خلينا نقول تقريبا 40% من الثلث الثالث هذا، 40% منه هنا و40% منه من الكربوهيدرات، من عفوا من البروتينات، و40% من منتجات الحليب، هاي 80%، وال20% هي أقل كمية ممكنة من الزيوت والدهون والأطعمة التي تحتوي على تلك المواد. فإذا هذا هو الميل اليومي من الفود جروبس، دعونا نراها هنا بالنقاط. يحتوي النظام الغذائي اليومي الفود جروب كامل زي ما احنا قسمناه قبل شوية: ميلك، تشيز، يوغرت، الحليب والجبنة والألبان، meat, poultry, fish and alternatives، fruits and vegetables, bread and cereals, fats and sweets. وهذه كلها مصادر للطاقة ومصادر للعناصر الغذائية المهمة. Human beings need, why human beings need food? Why the human beings need food? لماذا يحتاج الناس إلى الطعام؟ سؤال منطقي، دعونا نرى لماذا. Human beings need food to provide energy for essential physiological functions such like those functions we will list down. الجسم يحتاج إلى الطعام حتى يوفر الطاقة والوظائف الفسيولوجية الأساسية مثل التنفس circulation، الدورة الدموية، التنفس طبعا هنا respiration، circulation، الدورة الدموية،
digestion حركة الهضم أو الأيض، metabolism معها maintaining body temperature الحفاظ على درجة حرارة الجسم المعتدلة 37 درجة مئوية، و growth and repair body tissue ونمو وإصلاح الأنسجة وتجديد التالف منها على مر سنين العمر. An adequate supply of nutrients is needed to maintain all the functions of the body and dietary activities at maximum efficiency. هناك الحاجة إلى إمداد كافي لهذا المواد الغذائية هذه والحفاظ على جميع وظائف الجسم والأنشطة الحيوية اليومية بأقصى قدر كامل من الكفاءة، وهذا مطلوب طبعا لأنه adequate supply of nutrients الحاجة إلى الغذاء وتزويد الجسم بالكميات الكافية لا هي زيادة ولا هي ناقصة، يستطيع الجسم أن يحافظ على جميع وظائفه الحيوية والنشاطات اليومية بأقصى قدر من الكفاءة المطلوبة thus ensuring healthy living. بس هنا طبعا هنا بدك تكون بالتالي تضمن الحياة الصحية المطلوبة. Health and nutrition are closely linked to ensure proper development and life quality. They must be adequate from early childhood on, and the most vulnerable groups are infants, young children, pregnant women, and lactating mothers. هنا الصحة هنا مرتبطة ارتباط وثيق مع التغذية وضمان التنمية السليمة والنوعية للحياة السليمة، ويجب أن يكون كافي هنا منذ الطفولة المبكرة، يعني من وهو صغير الإنسان بيبدأ يبني احتياجات الجسم طبعا على الصحيح، وهذه الكميات الكافية منذ الطفولة المبكرة. وأضعف الفئات هنا vulnerable groups الفئات الهشة الضعيفة هي الأطفال والبالغين في مرحلة الطفولة المبكرة، الرضع والصغار والحوامل والأمهات المرضعات، هؤلاء فئات هشة أجسامهم تحتاج إلى الطعام المركز بالمواد الغذائية النافعة وليست الضارة والتي يحتاج الجسم للحفاظ على الحياة كما شرحنا. Diet in public health practices هناك في النظام الغذائي للصحة العامة بشكل عام أو الممارسات الصحية بشكل عام في نظام الصحة العامة. Resettlement areas مناطق إعادة التوطين هنا تحتاج إلى، يعني زي ما عندنا في بلادنا أيام الحروب وأيام النزاعات في الدول اللي فيها مجاعات، لما يصير في انتقال للناس من مكان إلى آخر يحتاجوا إلى تغذية، يحتاجوا إلى الكميات اللي إحنا حكينا عنها بصورة مستمرة، نمط حياة صحيح. HIV AIDS patients مرضى فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والنازحين بسبب الكوارث displaced competitors due to natural and man-made disasters الكوارث التي من صنع الإنسان اللي قصدناها قبل قليل زي ما بصير في الحروب. It is important to make sure that any recommended ratio scales is compared with acceptable standards and that its use is not likely to cause deficiency diseases. من المهم إنه نتأكد من أي جدول إحنا ممكن نوصي فيه للحصص الغذائية اللي ممكن تتوزع على الناس المرضى بالإيدز والناس اللي مشردين في مناطق بسبب الحروب، ويقارن هنا بالمعايير المقبولة والمعايير المطلوبة. طبعا هنا كل إنسان له احتياج، واستخدامها لا يرجح بظروف يمكن أن تسبب أمراض، ممكن أن يسبب نقص، ممكن أن يسبب في التغذية فيها يكون deficiency، يعني يكون في أمراض هنا وممكن يكون في مشاكل صحية تنتج عنها. إذن المطلوب هو المعيار الصحيح من الكميات الغذائية التي يتطلبها الإنسان في حياته اليومية. Lack of knowledge major causes of malnutrition
شو هي الأسباب العامة أو الجنرال اللي بتؤدي إلى سوء تغذية؟ Lack of knowledge in selecting stuff food or food stuff with high nutritive value. نقص المعرفة في أو الدراية والخبرة في اختيار المواد الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية والمطلوبة. طبعا هنا هذه تحتاج إلى ثقافة في كيفية اختيار الوجبة الغذائية المثالية أو اختيار المادة الغذائية المثالية من قبل المواطنين. Poverty and infectious diseases. الفقر والأمراض المعدية أيضا يؤدي إلى سوء تغذية. Drought اللي هي الجفاف. الجفاف اللي بيصير في بعض الأماكن والبلدان. Uneven distribution of the available food. التوزيع الغير عادل والغير متساوي للأغذية المتاحة. Social unrest and civil conflicts. الحصار والاعتقال الجماعي للمجتمعات. يعني الحصار زي ما بصير عندنا في بعض الأحيان والصراعات الأهلية. Transport problems. مشاكل النقل. عدم إمكانية الوصول إلى الناس. وأيضا زيادة عدد السكان. Increased population. Inadequate weaning. عدم كفاية هنا التقنيات الزراعية. أيضا insufficiency بتعمل هنا مشكلة، يعني مثلا الكميات المطلوب للزراعة وتوفير مواد غذائية في البلد من محاصيل ومزروعات اكتفاء ذاتي بالحد الأدنى. poor management of resources. هنا يعني زي ما نحكي احنا سوء إدارة للموارد الغذائية في البلد. topographical differences in different regions, variant in productivity. اختلاف التوبوغرافي في المناطق المختلفة أو في المناطق الإنتاجية، زي مثلا خصوبة الأرض من مكان لمكان أو صلاحية الأرض الزراعية أو الإنتاجية من مكان لمكان. loss of food through destruction by insects. هنا فقدان الغذاء من خلال اجتياح الحشرات وتدمير الحشرات والآفات للأراضي الزراعية والمستغلة في الزراعة، وتصبح هنا بعدم الصلاحية للزراعة، فهذا كله بيؤدي إلى سوء تغذية في البلدان كما سبق. exploited land due to planting in the same type of food crop for many years. هنا بسبب إفراط الرعي والمزارعين والتآكل هنا نفس نوع المحصول كل سنة بينزرع في الأرض، بيؤدي إلى افتقار هذا الغذاء للمواد الغذائية المهمة. يعني مش لازم انت تزرع الارض لمدة طويلة من السنين نفس المحصول كل مرة، لازم تتنوع عشان الارض تعطيك المطلوب من محتوى الجيد للمادة الغذائية. farmers could not use the fertilizers due to many reasons. وبيستخدموش ايضا المزارعين بعض الاسمدة لتغذية الارض وانعاش الارض من جديد، بالذات في مناطق اللي بيستخدموا فيها الحمامات الزراعية. فأيضا يجب يعني هنا اعطي الأرض صح وسمد المواد الغذائية صح، بتعطيك المنتج اللي يحتوي على المادة الغذائية ومحتواها الصح. harmful traditional practices concerning nutrition. هنا العادات والتقاليد الضارة الغذائية التي لها تأثير سلبي. During the period of fasting, important nutrients are not eaten, such as milk, eggs, butter, meat, fish, meal patterns, etc. خلال فترة الصيام، المواد الغذائية اللي ذكرناها لا تؤكل بشكل مستمر، مثل الحليب، متعود تفطر حليب، طبعا ما فيش في الصيام، ممكن ما تشرب حليب، ما تأكل بيض، ما يكون داخل الطعام عندك الجزء المطلوب من الزبدة واللحوم والأسماك والمنتجات الحيوانية. طبعا هنا pork is forbidden for religious and cultural reasons. لأن في الإسلام الخنزير طبعا ممنوع هنا، فلازم احنا نتجنب هذا الكلام لأنه حرام شرعا. lack of sunlight, lack of vitamin D. يعني هنا harmful tradition، عادة غذائية، عادة ضارة أو سلوك ضار
مثل عدم التعرض للشمس lack of sunlight بيعطي إيش؟ يساوي lack of vitamin D، نقص في فيتامين د، لأن فيتامين د يستخرج من الكوليسترول الذي يكون تحت الجلد مباشرة عند فقط تعرض الإنسان لأشعة الشمس، يستخلص هذا الفيتامين. طبعا هذا خلال أيضا سن الطفولة، to protect child from the evil eyes. الاعتقاد السائد أنه ممنوع يتعرض الأطفال للشمس حتى أنه ما تصيبهمش السحر والعين والكلام اللي زي هذا، طبعا هذه عادة غذائية، عادة سلوكية خاطئة. Discrimination in feeding among family members, adult before children, adult males over adult females. العادات السيئة هنا في بعض المجتمعات إنه لازم الذكور يأكلوا في الأول والنساء تهمش، ولازم يعني في مفاضلة ما بين الناس مع بعضها البعض، طبعا هذا طبعا حرام ويؤدي إلى نقص وسوء في التغذية ما بين أفراد الأسرة الواحدة، فما بالك لو هذا الكلام تم استخدامه على جزء كبير وشريحة كبيرة كعادات وتقاليد سيئة في بعض البلدان على المجتمعات كاملة، فبيأثر هنا سوء التغذية بشكل كبير جدا نتيجة التراديشن هاي والعادات والتقاليد الخطيرة. أيضا practicing heavy meals once maybe twice a day، يعني مثلا هنا ممارسة تناول أو الهابت تبع تناول الوجبات الثقيلة الغنية بالدهون ومرة واحدة في اليوم أو مرتين في اليوم، مثلا هنا إعطاء هنا ممارسة هان ثقيلة heavy meal بيؤدي إلى سوء تغذية، طبعا هنا سوء تغذية إيجاب بالإيجاب يعني سمنة overweight. giving butter to neonate to swallow hoping to keep the intestine smooth. في اعتقاد خاطئ ما بين بعض الأمهات في الأرياف إنه بيطعموا الطفل السمنة أو الزبدة قال إيش علشان الأمعاء تضلها لينة، وهذه طبعا خطأ وخطر على الأطفال ويؤدي إلى سوء تغذية. delay to start complementary food، تأخير بدء الأغذية التكميلية ورفض إعطائها للأطفال. refusing to give the child meat for fear of infection، ممكن يكون في اعتقاد خاطئ هان انه عدم اعطاء الاطفال اللحمة حتى لا يصابوا بالالتهابات او الامراض الوبائية، طبعا هنا اعتقاد خاطئ، اللحوم لا تؤدي الى الانفكشن الا اذا كانت هي انفكتد واحنا ما كناش عارفين الكلام هذا، فلازم تعقيمها او سلقها او غليها او اللي هو طهو وطبخ المواد الغذائية بشكل جيد. feeding children with diluted milk، تغذية الأطفال بالحليب المخفف وإطعامهم بحليب مخفف جدا، يعني أنت زي اللي هنا ينشأ عن الحالة الاقتصادية السيئة لبعض المجتمعات والفقر، معلقة الحليب مثلا بيعمل منها لتر، وهذا يعني لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يؤدي إلى الكمية الكافية من المغذيات الموجودة في الحليب. feed children with leftover and maybe contaminated food، تغذية الأطفال ببقايا الطعام المتروكة واللي ممكن تكون مكشوفة ومليانة أمراض، وبالتالي يؤدي إلى سوء التغذية ويؤدي إلى deterioration، تدهور الحالة الصحية لهؤلاء الأطفال. best practices that favors nutrition، إذا ما هي الممارسات الجيدة؟ إذا breastfeeding اللي هي الرضاعة الطبيعية مهمة جدا، ما عنديش أنا مشكلة في المجتمعات اللي عندها الاعتقادات السيئة، على الأقل breastfeeding الرضاعة الطبيعية. mixing of food، يعني زي ما نقوله خلط الأطعمة، على سبيل المثال هنا مثلا إنجيرة with what prepared from، يعني مثلا المثال الإنجيرة، هاي إنجيرة يعني زي عادات وتقاليد الغذائية الشعبية، يعني زي مثلا السيريالز الليجومز فيجيتابلز اللي هي خلط المواد، يعني يجب أن تحتوي الوجبة على الخضروات والحبوب والبقوليات، يعني هذه جيدة. traditional use of dark green leaves وتسمى باللاتيني اللي هي هيبشاجومين اللي هي إيش؟ الأوراق التقليدية، أوراق الخضراء الداكنة زي الملفوف والخس والجرجير والأمور زي هذه البقدونس، كل هذه من المواد الغذائية الجيدة
التي معظم الناس ربما في بعض العادات الغذائية يتجنبها البعض وهذا سيء، إذن وضعها في الطعام مهم جدا. أيضا eating cereals in the form of roasted and cooked، مطبوخ ومحمص، كولو والنفرو، هذه طبعا مصطلحات لاتينية احنا نستخدم هنا عشان المادة العلمية. السعرات هنا تناول الحبوب على شكل شيء محمص ومطبوخ، يعني زي مثلا الفستق، زي مثلا الفاصوليا، البازيلا، يجب أن تقدم هنا مطبوخة حتى نحصل على السعرات المطلوبة. Additional high calories and high protein diet for pregnant and lactating mothers، إذا من العادات الغذائية الجيدة أيضا والممارسات الجيدة إعطاء البروتين بشكل إضافي وكمية عالية للأمهات الحوامل والمرضعات. After the seventh day of delivery, the mother and child warm in the sun every morning. بعد اليوم السابع من الولادة تعرض الأم والأطفال إلى الشمس حتى يستطيع أنه يأخذ من الشمس وتأثير الشمس على الجسم، يأخذ منها فيتامين د ويقي الطفل من الكساح. Eating insect false banana with which prevents constipation. هنا تناول زي ما بيقولوا الموزة الكاذبة اللي بتمنع الإمساك. انسد هنا في بعض الأطعمة اللي زي مثلا اللي فيها ألياف، يعني زي القمح والبطاطا المسلوقة على هيئة شكل البنانة، ممكن يعني هنا للأطفال خاصة نديهم، لأنه الأطفال لسه يعني الموز في العمر الأول من الأشهر الأولى من الجسم تقيل على معدة الطفل، فبنديهم بحبوه الأطفال جدا من الشهر الثامن وفوق. Special care for children and lactating mothers، طبعا هنا الرعاية الخاصة للأمهات الأطفال والحوامل المرضعات عفوا. Drinking sour milk and crude milk، شرب الحليب الحامض والحليب المشفى، يعني طبعا هنا اللي هو منزوع الدسم واللي هو المخيط اللبن المخمر ممتاز جدا هنا. Local beverages are constituted with different cereals، المشتقات اللي هي المنتجات المحلية المشتقة من اللي هي من حبوب مختلفة، زي مثلا العادات والتقاليد بيخلطوا الناس مثلا بيعملوا زي عنا مثلا بناكل البرغل، بناكل الفريكة، بناكل الشوفان مطبوخ، فعلى حسب ايش الشعوب تقدر تستخدم من المنتجات المحلية. Eating wild fruits from the forest، enjoy كيغا والشولا، الكيغا والشولا هنا يعني منتجات طبيعية ممكن من الغابات او ممكن من الحظائر او من المزارع هنا نقصد فيها. Honey mixed with butter is eating in the morning، العسل ممزوج بالزبدة يؤكل في الصباح، وهذه ممتازة للناس اللي بتعاني من نقص في فيتامين الدال بالذات. ليش؟ لأنه وجبة دهنية والعسل في المواد الغذائية الطبيعية يحتاج إلى الفيتامينات اللي هي أديك ADE and K، زي ما حنشوف في المادة الدراسية بعد كده، تحتاج إلى وجبة دهنية أو محتوى دهني حتى تدخل الجسم، وهذا من السلوكيات اللي ممكن تفيد في حال سوء التغذية. أيضا giving the children a tea like to drink made of fenugreek، اللي هي إعطاء الأطفال مشروب يشبه الشاي مصنوع من الحلبة. الحلبة هنا يعني مهمة جدا، وهذا غني بالبروتين ويحتوي على 27 جرام لكل 100 جرام من السائل أو 100 مل من السائل، حتى أنه إيش ما نشربهمش الشاي الصبح، مهمة جدا موضوع الشاي يا جماعة، الشاي خطر على الأطفال، فإنه نديهم إحنا مشروب بيشبه الشاي وهي الحلبة محلاة ببعض العسل أو ببعض الجلوكوز الطبيعي. Good hospitality and sociability، حسن الضيافة والمؤانسة، هنا تناول الخضروات، eating raw vegetables and cereals،
وtaking care of elders ورعاية المسنين، كل هذا بيعطي المجتمع قوة ومتانة وصحة، أفراد عائلة متماسكين، يحتوي نظامهم الغذائي على كل ما ذكر من الخضروات والفواكه والحبوب والبقوليات واللحوم والأجبان والألبان ومنتجاتها، وأيضا الأسماك والمواد الطبيعية التي تزرع في بيئة هذا المجتمع. Good nutrition must meet the needs of varying ages and activities, always in the differential or individual differences. تغذية جيدة يجب أن تلبي كل احتياجات الأعمار والأنشطة المختلفة التي يؤديها الأشخاص، ودائما مع الاختلافات الفردية تظهر الاحتياجات. عشان هيك therefore the planning of food to meet special needs begins with الاختلاف هنا أو التخطيط للغذاء، الوجبات الغذائية حتى نلبي الاحتياجات الخاصة، يبدأ بمثلا الأولويات لمين؟ pregnant women الأمهات الحوامل، nursing mothers الأمهات المرضعات، infants الرضع نفسهم، adolescents and adults بعدين بيجي المراهقين في سن المراهقة، والبالغين اللي هي عامة أفراد المجتمع أو الأسرة. إذن الأم الحامل، الأم المرضع، البيبي، مرحلة البلوغ أو المراهقة، وبعدين البالغين. A well-nourished individual الفرد المغذى بشكل جيد له صفات: is alert mentally and physically fit هو عقليا وجسديا متنبه، has an optimistic outlook on life لديه نظرة إيجابية ومتفائلة للحياة، يعني سيكولوجيته ونفسيته مرتاحة بكون الإنسان اللي حاصل على كمية كافية من التغذية، has good resistance to infection أيضا، يعني هنا من العلامات الجيدة أيضا لديه مقاومة للعدوى بشكل قوي، يعني جهاز المناعة شغال تمام، shows numerous other signs of good health such as increased life span, extending the activity or the active vigorous period of life. هنا يظهر أيضا علامات أخرى مثل علامات الصحة الجيدة، زي مثلا زيادة العمر الافتراضي للخلايا والأنسجة، بالتالي تطول العمر، وهو أحد مبادئ الصحة العامة اللي هي إطالة العمر والحياة. طبعا هذا بإذن الله، ولكن المقصود هنا الغذاء الجيد لا يدمر الأنسجة بل يعطيها حياة أفضل، وبالتالي ممكن زيادة العمر واللايف سبان هنا فترة تمتد بنشاط وقوة وحيوية من فترات الحياة، ويعيش الإنسان بسلام حتى آخر يوم في قضاء الله في حياته في عمره بدون مشاكل صحية. إذا best practice إذا تغذى بالمغذيات المطلوبة لكل إنسان. The energy requirements of individuals depends on what. الـ energy requirement هنا الطاقة المطلوبة للإنسان. كل إنسان له activity energy out و energy in. الـ energy in إيش أنت بتاكل، إيش لازم تخرج أو إيش بينتج عنها. Energy in equals to energy out. يعني مثلا physical activities اللي هي النشاط البدني، body size and composition حجم الجسم وتكوينه، age may affect requirements in two main ways. العمر هنا خلال المرحلة العمرية يؤثر على متطلبات الطعام بشكلين: during childhood an infant needs more energy because it is growing. يعني مثلا خلال مرحلة الطفولة بيحتاج الأطفال إلى المزيد من الطاقة، ليش؟ لأنه بينمو. خلال الشيخوخة during old age والعمر الأكبر بتقل الحاجة، the energy is needed less because aged people are engaged with activities that requires less energy. يعني خلال الشيخوخة العمر المتقدم بتقل الحاجة إلى الطاقة، ليه؟ لأن الأشخاص المسنين وكبار السن بيشاركوا في الحياة بأنشطة لا تتطلب طاقة عالية، تتطلب طاقة أقل، فما بيحتاج لهاي الكمية من الطعام. A climate both very cold and very hot climate restricted outdoors activities. كتير من الطقس له أهمية هنا، الأنشطة هنا في المناخ، كل مناخ بارد والمناخ الحار جدا بيحد من الأنشطة في الهواء الطلق،
ممارسة الأنشطة. فإذا هنا بيحد من تناول الطعام وبالتالي محدودية الطاقة. فإذا هنا المدخل من الطعام لازم إيش يساوي الخارج من الطاقة، وهي بمساعدة الإكسرسايز التمارين والأنشطة الرياضية. In general, feeding is dependent on the controlling centers, appetite and satiety in the brain. بشكل عام تعتمد التغذية على المراكز المسيطرة والشهية والشبع في الدماغ. يعني هنا مثلا بيسموا metabolic rate, physical activity, rhythmic effect of food. هنا مثلا تيجي there are variety of stimuli, nervous, chemical and thermal, which may affect the centers and so alter feeding behavior. في هناك مجموعة متنوعة من المحفزات العصبية والكيميائية والحرارية، وهذه اللي بتأثر على المراكز وبالتالي بتغير من سلوك الغذاء، وهذا بيعمل افكت على مين؟ على الثلاثة اللي احنا بنحكي عنهم، البيسل ميتابوليك ريت اللي هي القاعدة الأساسية في الحرق، والفيزيكال اكتيفيتي النشاط، والثيرميك افكت اوف فود اللي هي مين؟ هي كلايمت كيميكال اند ثيرمال اللي هي الانعكاس الحراري للطعام على الطاقة. يعني ما فيش طاقة، ما فيش طعام ما فيش طاقة، معروف. Daily calorie requirement of individuals. شو احنا بنحتاج من كالوريز؟ يعني نشوف هنا ارقام، في سندويشات، في بطاطا شيبس، في مشروبات، في لفة شاورما، هنا في بوب كورن، في سندويش من اللي بيحبوه الصبايا بالذات، في فرنش فرايز. طب لو حكينا احنا اي حدا شو بده في الوجبات هاي، لو اكلت كل هدول في اليوم، يعني مثلا فرنش فرايز في 500 سعر، الدوناتاي الواحدة 320 سعر، لفة الشاورما 740 سعر، الساندوش اللي بناكله احنا تشيكن بيتزا مش عارف مين اللي زي بيشبه هذا الصاروخ كده 1270 سعر، كوباية شوكو او نسكافيه 120 سعر، شوية حلويات او مكسرات او كذا، معكرونة وسباجيتي 1540 سعر تقريبا، البوب كورن هذا 900 سعر، وهكذا. فاحنا بدك تحسب سعراتك حتى انه ما يزيدش وزنك، وانك برضو تاخد الكفاية من المواد المطلوبة. يعني مثلا البيبي انفانت من سنة لثلاث سنين بيحتاج 1000 كالوري كل يوم، للتشيلدرن خمس سنين بيحتاج 1500 كالوري كل يوم، الأطفال من سن 5 إلى 8 سنين بيحتاج 1800 كالوري كل يوم، الأطفال من سن 10 إلى 12 سنة يحتاج إلى 2000 كالوري كل يوم، لكن البالغين والأدلتس كالوريز ريكويرمنت ديبند أون ذا ديجري أوف فيزيكال أكتيفيتي. مهمة يا جماعة، النشاط البدني هو اللي بيحدد كمية السعرات الحرارية في وين؟ في الأدلتس في سن البلوغ. هذه مهمة جدا، يعني اللي فوق 12 سنة إذا في نشاط بدني أعطي سعرات، ما فيش نشاط بدني لا، السعرات لازم تكون أقل. من 13 ل 20 سنة إذا أنت بتشتغل في مكتب بدك 2800 سعر في اليوم، وإذا شغلك من الشغل الهيفي يعني عالي المستوى بدك 3500 سعر كل يوم. هذا من 13 ل 20 سنة. في الأدلتس البالغين الأوفيس وركر في المكاتب، يعني الناس اللي بتشتغل على مكتب على ديسك 2300 سعر، الهيفي وورك 2700 سعر، والفيري هيفي وورك اللي هي الأعمال الشاقة من نشاطات زي مثلا العمال وفي المصانع أو شيء بيحتاج إلى 4000 سعر وفوق. يعني هذه مثال ل 1800 سعر حراري وجبة غذائية متكاملة. شوف دوناتاية واحدة وحاجة كده مشروب مع الساندويش البرجر الماك هذا والفرنش فرايز بيعطي 1800 سعر بس الوجبة هذه، تخيل. الاوبشن الثاني ممكن شوية فواكه، هنا موزة وأوملت، ممكن هنا شوية مكسرات، سندويشة مع تفاح. شوف طلع قديش كم صنف بيعطوا 1800. طبعا هو أحسن ناخد اوبشن 2 ولا اوبشن 1؟ لا والله اوبشن 2. ليش؟ لانه في كل المواد الغذائيه المطلوبه اللي حكينا عنها، الفواكه
والحبوب والبقوليات والخضروات وكل هذه موجودة، شايفين هاي اللحمة وهي السلطة وهي الرز وهي الصوص وهي كل شيء موجود بدك إياه في 1800 سعر حرارية. لكن هدول بس سندويشة صغيرة وحبة دوناتات حلاية مع فرنش فرايز أعطوني 1800 كاملة، فهذا خطأ. طيب وباقي اليوم ما انت حتسكر المستوى تبعك اذا كنت انت بدك 2800 سعر في عمر معين واخدت هذه الوجبة 1800، شو بقي لك؟ تقريبا 800 او 900 مجازا 1000، مش حتقدر توفي بالمتطلب الغذائي اليومي المطلوب منك. Requirement for daily requirement for pregnant women، الأميات الحوامل، يجب زيادة الرقم اليومي بمقدار طبعا هنا 150 سعرة حرارية كل يوم في الأشهر الثلاثة الأولى، و350 سعر حراري في الثلث الثاني من الحمل والثالث. بالنسبة للأم المرضع لازم 800 سعر حراري تزيد، وهذه تقريبا افريج في النورمال ويت، في حالة انه يكون وزن الست الحامل في الحمل هنا نورمال طبيعي، تحتاج ل 70 في اول 3 شهور، 350 سعر طبعا يومي زيادة عن ما بتاكل في الاشهر 3 ل 6، من 6 ل 9 500 كالوري كل يوم. Stable foods are foods، الأطعمة الأساسية stable foods، الأطعمة الأساسية بتشكل الجزء الأكبر من النظام الغذائي largest part of the nation's diet، للبلد بشكل عام، اللي هي مين؟ الحبوب، الخبز، الذرة، الرز، البقوليات، الشوفان، المعكرونة، كل هذه هي المادة الأساسية للتغذية. They are of plant origin and are classified into three main groups. هي من أصل نباتي، ركزوا معي هان، وتصنف في ثلاث مجموعات رئيسية، هي الحبوب والحبوب الجذور والدرنات والفواكه النشوية. The grain and cereals, roots and tubers, وstarchy fruits والفواكه النشوية. في هنا assignment في آخر سلايد، ياريت الكل يحله ويبعت لي اياه على المودل، 6 اسئلة تنحل في فورم معين، هنرفقه في التشابتر ونعمل عليه تعليمات، وفي عليه نشاطات وعلامات هنا، ارجو ان الكل يجاوب هاي الاسئلة. Define food nutrition diet and malnutrition. Explain the dietary guidelines. Why human beings need food. Discuss، اشرح. Mention the fundamental causes of malnutrition. Discuss the traditions that favors the nutrition condition. Explain traditions that could be harmful to nutritional status. طبعا هذا موجود كله في داخل السلايدات، أرجو لكم مشاهدة ممتعة وحل هاي الأسئلة وإرسالها في أقرب وقت. هتشوفوا المواعيد إن شاء الله المطلوبة والإعلان على المودل. وأخيرا آخر سلايد، شكرا لكم على حسن الاستماع، أرجو الاشتراك في قناة اليوتيوب دكتور عطا محمد القيسي لمتابعة كل ما هو جديد في العلوم والتغذية والعلوم الأخرى. أرجو لكم مشاهدة ممتعة وإلى اللقاء في محاضرة أخرى إن شاء الله. شكرا لكم.